إهداء إلى الصديق الغالي عزام الشمري أبو عبد الرحمن، ولا يفوتني بأن أهنأه على رسالة الماجستير واختياره لموضوعه الهادف المذاهب الأربعة. عزام ما مثله في الهند والشام، وشكله في نجد العذية قليلي في هالزمان اللي غدا مثل الأحلام، ما عاد به كوكبه يا عميلي. عزام مقدام على كل ضرغام، ولو هو يميل الزمن ما يميلي، وللأسلمي عزفت أنا حلو الأنغام، ودندنت في الجيتار لحن جميلي، ونحت لي الورقة على كل الأقسام، ومليت منظر على المحبة صميلي، وزرعت له تينة ومنقى وشمام، ونحت في صمة الصفا يا زميلي، ورسمت بيدر توت مع حلو الأنسام، وكتبت عزام الوفا هو خليلي، وللشمري رزيت انا كل الاعلام، اللابه اللي مثل نجمه سهيلي، والناس تعرفهم على مر الايام، جمع الطنايا ما يجيبه ذليلي، وعزام مثله لا مشى وسط الالغام، هو فزعه المضيوم عز الدخيلي، وان قلت صدام يشابه العزام، وعزام يفرد منهجه والحصيلي، وان قلت يشبه فارس لف بالخام، قال الجنازة اشهد انه بديلي، والفيصلي حلياه وكنه الياقام، يصنع من التربة خضار وجميلي، قلته وانا ساهر على الكوع ما نام، وماشي مع العالم وعابر سبيلي، وحرام مالي حاجة ومسكر الجام، وربعي بني وايل كاسبين النفيلي، وماني براعي فيلم ولا احب الافلام، وبالعروه الوثقام جود دليلي. عبد الله العطيش.